تغريدة على تويتر الجمعة إن القوات الروسية استخدمت ما يصل إلى 88% من مخزون المسيرات مسيرات شاهد الإيراني. في هذا الفيديو نتابع آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية. وفقا لتحليل مع دراسة الحرب الأمريكية الذي كشف عن أن روسيا في حربها مع أوكرانيا تحرق بسرعة مخزونها من المسيرات الإيرانية شاهد 131 وشاهد 136 والتي أطلقت عليها روسيا اسم جيران 2. سيناتور أمريكي شبه الحرب الأوكرانية بالحرب العالمية الأولى وصفا إياها بأنها مروعة. فيما سيناتور أمريكي آخر قال أنه سيكون من الكارثة قطع المساعدات عن كيف في هذه المرحلة، وذلك في رد له على دعوات بعض قيادات الحزب الجمهوري لخفض بعض التمويل عن أوكرانيا حاليا. وحول العروض التي تلقتها القيادة الأوكرانية للتسويات، مسؤول أوكراني تحدث عن عروض تلقتها القيادة الأوكرانية للتسويات وفق النموذج الكوري، بمعنى أن هذه العروض ربما تفضي إلى أوكرانيتين، أوكرانيا شرقية وأوكرانيا غربية. للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو حتى النهاية، سجلوا أراءكم في التعليقات. هل أنتم مع تقسيم أوكرانيا إلى أوكرانيا شرقية وأوكرانيا غربية وفقا للعروض التي تلقتها القيادة الأوكرانية؟ سجلوا أراءكم في التعليقات. لا تنسوا الاشتراك في القناة. تحياتي. متها التجارية وأطلقت عليها موسكو اسم غيران 2. وسط كل هذا الضغط والقتال المستعر، يشبه السناتور الأمريكي أنغوس كينغ الحرب في أوكرانيا بأنها حرب خنادق بشكل أساسي، بل إنها تشبه الحرب العالمية الأولى تقريبا، إنها مروعة. السناتور كينغ الذي زار أوكرانيا مؤخرا أضاف ردا على دعوات من بعض الجمهوريين لخفض بعض التمويل لأوكرانيا بالقول إنه سيكون من الكارثي قطع المساعدات عن كييف في هذه المرحلة، وتابع لوضع الأمور في نصابها بالنسبة للأمريكيين يبدو الأمر كما لو أن ساحلنا الشرقي من فلوريدا ثم غربا إلى هيوستن تكساس محتل من قبل قوة أجنبية. وقد تنتهي الحرب بشيء مختلف تماما عن كل ما ذكرنا. الكلام لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسيف دانيلوف الذي قال إن بلاده تلقت عروضا للدخول في تسوية للأزمة الأوكرانية وفقا لسيناريو تسوية الأزمة الكورية. المسؤول الأوكراني أضاف في حديث تلفزيوني: يعرضون علينا تسوية وفقا للنموذج الكوري، أي وفقا لما يسمى بخط العرض 38. في هذا الطرف يعيش أوكرانيون من هذا الصنف، وهناك يعيش أوكرانيون من صنف آخر. يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تقع في حالة حرب من الناحية الرسمية، وذلك لأن الحرب الكورية بين الأعوام 1950 و1953 انتهت بوقف إطلاق النار وليس معاهدة سلام. تمتد المنطقة منزوعة السلاح على خط طول العرض 38، وتقسم شبه الجزيرة الكورية إلى جزئين متساويين تقريبا. فهل نرى نسختين من أوكرانيا غربية وشرقية؟ بهذا التوقيت بالذات، خاصة مع اشتداد المعارك، يعني منذ قليل مسؤول عسكري أمريكي تحدث عن معارك وحشية تحصل في منطقة بخموت وهجوم جديد على سوليدار.